تعود العراقيون على سماع صوته معلقا في صلوات الجمعة التي كانت تبث عبر التلفزيون منذ السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات، ينقل المراسيم الدينية في عبد القادر الجيلاني وفي الكاظم وأبو حنيفة. وأيضا تعود الناس على سماع صوته في صباح كل عيد معلقا على صلاة العيد ومعلقا على مراسم وشعائر الحج من مكة ومنى وعرفة. عمل في بغداد والبصرة والحلة والموصل ومدن أخرى عديدة. فمن هو جده الذي قاتل الإنجليز؟ وماذا قال له معلم اللغة العربية بعدما أصبح مذيعا؟ ولماذا هرب من العراق وأين هو الآن؟ من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. في أواسط الأربعينيات وأثناء انشغال الحج فيصل بعمله، وصله نبأ ولادة طفل جديد، ففرح كثيرا وقرر أن يسميه غازي نسبة إلى الملك غازي الذي تولى عرش العراق في العام 1933 وهو شاب بعمر 23، وهو مؤسس أول إذاعة في العراق والتي أطلق عليها اسم إذاعة قصر الزهور. فالأب كان من المعجبين بالعائلة المالكة وعلى تواصل معهم، ومن كثر حبه لهم أسمى جميع أبنائه على أسمائهم. فلغازي أخ اسمه عبد الإله على اسم الوصي عبد الإله الذي قتل في العام 1958 وسحلت جثته في الشوارع، وله أخت اسمها عالية نسبة للأميرة عالية. هو من أحفاد شخير الهميص، أحد القادة المحليين الذين قاتلوا الإنجليز وساهموا بقيام ثورة 20 في العام 1920. وكانت اجتماعات الثوار تقام في بيته حسب حفيده غازي فيصل الذي يصف عائلته بأنهم ملكيون ولا يزالون يعتزون بذلك، وبأن فترة الحكم الملكي كانت أفضل فترات العراق. فتعلمه في مدارس العهد الملكي هي الخطوة الأولى نحو تحوله إلى مذيع ناجح. فمعلم اللغة العربية الأستاذ حميد خلخال هو أول من اكتشف موهبته في الإلقاء وسلامة صوته ليكون مذيعا، وهو من زرع فيه الرغبة في أن يصبح مذيعا. كان دائما يطلب منه أن يقرأ في الصف، إلى أن قال له في يوم من الأيام بأنه يتوقع أن يصبح مذيعا ناجحا، وهو نفسه المعلم حميد خلخال الذي أصبح وزيرا للإسكان في العام 1963. ولما قبل غازي للعمل في الإذاعة وصار إعلاميا معروفا، شاءت الصدف أن يلتقي بأستاذه خلخال في بغداد بعد سنوات، وكانت أولى كلماته أن قال له: مو قلت لك راح تصير مذيع ناجح؟ قبل لأول مرة كمذيع رسمي في إذاعة بغداد في العام 1965، واقترن اسمه بالبرامج والمناسبات الدينية أكثر من الأخبار والبرامج السياسية، رغم أنه أذاع البيان الأول للحرب العراقية الإيرانية التي انطلقت في العام 1980. وعندما أصبح المذيع الرائد عادل نورس مديراً لإذاعة بغداد، اختار غازي فيصل دون غيره من المذيعين ليعلق على صلاة الجمعة والمناسبات الدينية التي كانت تغطيها إذاعة بغداد وتلفزيون جمهورية العراق. عمل تحت إدارة محمد سعيد الصحافي الذي كان مديراً للإذاعة والتلفزيون منذ العام 1968 وحتى العام 1974 في عهد أحمد حسن البكر. ووصف غازي فيصل علاقته بالصحاف في إحدى اللقاءات بأنه أشبه بعلاقة الطالب بالمدرسة التي تعلم منها الكثير، وبأن الصحاف هو من عينه رئيسا لقسم المذيعين في إذاعة بغداد رغم أنه كان أصغر المذيعين سنا في وقتها، وبأن طبيعة العلاقة بينهم كانت مبنية على الود والاحترام المتبادل. يصف غازي فيصل قسم المذيعين في إذاعة بغداد في ذلك الوقت
بأنه كان ملتقى ثقافيا يزوره المثقفون من مختلف المدن العراقية، وبأن بناية الإذاعة كانت أشبه بخلية النحل، فيها الجميع يعمل وينتج شيئا. وبسبب كفاءته وخبرته الإعلامية والإدارية تولى بعدها عدة مناصب، منها مدير إذاعة بغداد ومدير إذاعة صوت الجماهير، وظل يعمل في مجال الإعلام حتى 9 نيسان/أبريل في العام 2003 يوم سقوط بغداد، حينها توقف عن العمل الإعلامي، لكنه لم يغادر العراق وفضل أن يقضي بقية حياته في بغداد. إلا أن المرء لا يدرك كل ما يتمناه، لذلك اضطر إلى الهجرة من بغداد في منتصف العام 2006، العام الذي انتشر فيه العنف والقتل على الهوية الطائفية. عمل بعدها مديرا للأخبار في قناة عراقية كانت تبث من خارج العراق لمدة 3 سنوات، ويصف تجربته مع القناة بأنها كانت غير مريحة ولا يحب التحدث عنها كثيرا، إذ استقال من العمل معهم وفضل أن لا يعمل مع أي جهة إعلامية أخرى بعد ذلك. تم تكريمه في مهرجان الرواد والمبدعين العرب بدرع المهرجان، بالإضافة إلى إعطائه شهادة تقديرية عن سنوات عمله في الإعلام العربي، وهو يشتاق كثيرا لبغداد وتحديدا لمنطقة الصالحية وشباب الصالحية، ويتمنى أن تعود به الأيام ليشرب الشاي من قهوة أبو ناطق وليأكل مع زملائه في مطاعم الصالحية. يقول بأنه يشتاق لجميع زملائه المذيعين، وخصوصا رشدي عبد الصاحب المذيع الأكثر شعبية وسط العراقيين في زمانه، والذي يصفه الحج غازي بالصديق الوفي والودود والجريء وصاحب مجلس لا يمل. وقد نشرنا قصة حياته في فيديو على قناتنا الحياة آرت، بالإضافة إلى قصة حياة المذيع مقداد مراد وشيخ المعلقين مؤيد البدري، وحول رأيه بخصوص إعلاميي الزمن الحالي ووسائل الإعلام العراقية. يقول غازي فيصل بأن الاتجاهات التي تتبعها بعض هذه الوسائل هابطة ورخيصة، وهدفها تجاري بحت ولا علاقة لهم بخدمة الناس والثقافة، رغم أن جميع أخوته وأخواته وعوائلهم يعيشون في العراق، إلا أنه يعيش الآن في العاصمة المصرية القاهرة، يعاني من بعض الأمراض، ولكنه لا يزال بخير ويدعو لكم جميعا بالخير. من ترشحون من المذيعين ليكون خليفة لغازي فيصل وللمذيعين من جيله؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.